للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. اللهم أطعم كل جائع، واشفي كل مريض، وأجب دعوة كل داع، وتغمد الجميع برحمتك، وبارك لنا في كل حبيب وقريب وصديق، وألقي محبتنا في قلوب عبادك. يا الله امنحنا التوازن عندما يختل التوازن في حياتنا، ولا تشغل عقولنا بتوافه الأمور. يا الله نشكرك ونحمدك على كل نعمة أنعمت بها علينا، نشكرك على نعمة الشبع في عالم لا يعرف إلا الجوع والحرمان، نشكرك على نعمة الأمان والطمأنينة في عالم يملأه الخوف والجزع، نشكرك على أطايب الطعام في عالم لا يعرف فيه الكثير إلا الجوع، نشكرك على أصدقاء ومعارف وأهل في عالم يعاني فيه الكثيرون من الوحدة. اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد. وطبعا رمضان حالة خاصة في كل الدول الإسلامية، وأهمها الأكل. لما تقول رمضان تلاقي كده تفتكر الكنافة والقطايف، الخشاف، المحشي في أول يوم في رمضان. في مثلا ناس أعرفها لازم أول يوم في رمضان تبقى عاملة بطة محمرة. طقوس كتيرة قوي 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 تخص الأكل. وعلماءنا الأفاضل لما بيجوا بيتكلموا على رمضان بيتكلموا على الجانب الروحاني والحاجات دي، لكن في برضو جانب مهم قوي حاسة ان مفيش ثقل عليه، وهو العناية بصحتنا بجسمنا، والتعامل مع الطعام ونظرتنا للطعام. بناكل ايه وبناكل ازاي وناكل امتى وناكل قد ايه. وطبعا يعني في انا كبرت في بيت بابايا بيجمع الكتب الدينية، فكان عندنا كتاب الطب النبوي، فكان يعني اقرا كده في كتاب الطب النبوي كل الادوية اللي فيه من الطعام. كبرت سنة بعد سنة، ودلوقتي في نزعة في عالم الصحة التعامل مع الطعام على انه دواء للجسم. يعني انا ليا صديقة دكتورة متخصصة في التغذية بتعالج بالاكل بس، ولا بتدي ادوية ولا بتدي فيتامينز ولا سابلمنتس ولا اي حاجة. فالنهاردة عايزة أتكلم معاكم على الأكل والغذاء والطعام، ونتكلم كده عشان نفكر بعض. حسيت أن أنا نفسي محتاجة أن أنا أفكر نفسي بموضوع الأكل ده، لأن أغلب مشاكلنا الصحية جاية من الأكل، وأنا ما بستثنيش نفسي، أنا كمان أغلب مشاكلي الصحية جاية من الأكل، والعشرة كيلو زيادة في الوزن برضو جايين من الأكل، وهكذا.
في طبعا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحديث ده انا اتعلمته وانا صغيرة قوي، وسمعت تعليقات عليه من ناس اعرفها ومن علماء ان القوة ليها اكتر من مستوى وليها اكتر من فئة. القوة الجسدية دي طبعا اهم حاجة، يعني انت مؤمن والايمان في قلبك، لكن لو ما عندكش القوة الجسدية اللي تمكنك من انك تعيش حياتك وتبقى مثال للاخرين وتعمل وتجتهد، يعني هتبقى يعني حاجة كويسة او جميلة خالص بس مخفية عن الناس. مش هتقدر تغير اللي انت تقدر تغيره. هيبقى في حاجات قليلة قوي قوي في حياتك اللي تقدر تغيرها لانه ما عندكش القوة الجسدية ان انت تعمل الكلام ده. الحاجة التانية، بحس ان الالام اللي بتنتج عن اعتلال صحتنا للأسف بتحولنا لناس حزانة. يعني انا مثلا لما بيبقى عندي حالة صحية معتلة ببقى مش قادرة اتكلم، ببقى مش قادرة اتعامل مع الناس، بيبقى مزاجي وحش. وفعلا يعني لما بفتكر برضو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة يعني، وجزء كبير قوي 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 من الصحة جاي من الأكل، الأكل اللي احنا بناكله. وصحتنا يعني مش عايزة أقول، يعني أقول لكم قد إيه مهم الأكل اللي احنا بناكله عشان صحتنا. فالنهاردة هتكلم على اكتر من جانب، وانا ما بهاجمش حد، انا بقول الكلام ده تذكرة لي ولكم عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لينا في حياتنا، ويبقى الطعام مصدر لقوتنا مش مصدر لضعفنا ولا اعتلال صحتنا. الجانب الاول المتعلق بالطعام اللي عايز اتكلم فيه هو الاسراف في الاكل. احنا في ديننا مأمورين، وعلى فكرة مش في ديننا احنا بس، في جميع الاديان مأمورين ان احنا لا نسرف. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يعني ربنا كده قال انا ما بحبش المسرف، المسرف ده انسان انا ما بحبوش. وطبعا يعني احنا في بيوتنا يعني لا بصراحة بنطبخ كميات اكل كتير. انا ما عنديش مشكلة اذا طبخنا كميات اكل كتير واكلناها بدون اسراف في الوجبة الواحدة، لكن المشكلة هنا حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا نسرف في الاكلة الواحدة، ان انا باكل اكل كتير فوق طاقتي، وده هتكلم عنه بعد كده. والحاجة التانية ان انا ارمي الاكل. الاكل على فكرة مش مورد سهل كده. احنا بنروح السوبر ماركت ونجيبه، لكن وراه عملية صناعية كتير كبيرة جدا جدا، وزراعة والكلام ده كله. ويعني وكمان في دول كتير قوي 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 بتستورد جزء كبير قوي من الغذاء الاساسي للشعوب بتاعتها. فلما نصل الى ان احنا ناكل اكتر من احتياجاتنا، لما نصرف في الوجبة الواحدة، ولما كمان نرمي اكل كتير، ده كده حرام، ده كده شيء ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى. وكمان يعني وانا بعمل بحث عن الموضوع ده، ولقيت ان ابن عباس مثلا حكيم من الحكماء ومن الناس اللي عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام ونقلت عنه احاديث كتيرة، بينصح وبيقول: احل الله الاكل والشرب ما لم يكن سرفا او مخيلة. يعني ايه مخيلة؟ يعني تباهي، عنتظة. وده يفكرني بصراحة بعزومة اتعزمتها انا ووالدتي عند سيدة من معارفنا في بلد عربي، وكنت انا ووالدتي وهي كمان كانت عزمة صديقة ليها،
وهي يعني كنا أربع سيدات، وكنا قاعدين على سفرة مكونة من 10 كراسي. طبعا احنا مش قاعدين على 10 كراسي، احنا قاعدين على الـ4 كراسي بتوعنا، لكن يعني انا بقول لكم 10 كراسي عشان تتخيلوا حجم السفرة قد ايه. سفرة بتقعد 10 افراد عليها. السفرة كانت مليئة بالاصناف من اولها لاخرها. لا انكر ان احنا اكلنا كتير والاكل كان حلو والضحك والكلام، وده بيخلي الناس تاكل كتير. لما قمنا بصيت على السفرة لقيت كتير قوي 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 اللي اتبقى، الاكل اللي اتبقى. بصراحة حسيت ان هو كده، يعني هو ده الاسراف. الاسراف ان احنا نعمل اكتر من احتياجات الناس اللي موجودة، وهي دي الخيلاء، ان احنا نعمل عشان نبهر الناس مش عشان نبين لهم حفاوتنا بيهم والكلام ده كله. وصديقتي اللي هي عالمة التغذية دي لما كانت بتكلمني وبتقولي اي لقمة زيادة الانسان بياخدها فوق احتياجاته مضرة وعمرها ما بتفيده، وان الاكلة اللي هي البسيطة اللي بنستهين بيها احنا بندفع ضريبتها من صحتنا كتير قوي قوي قوي. فالنهاردة تعالوا كده ناخد قرار ان احنا لا نسرف في الاكل، ناكل احتياجاتنا فقط، ما ناكلش اكتر من الكمية اللي تدينا الشبع. لان خدوا بالكم ان لذة الطعام في اللسان، في فمنا، هو ده اللي بيتلذذ بالطعام. احنا بنحب طعم الاكل، لكن خلاص بطننا هتنفجر يا جماعة. بس حتة بسبوسة كمان مش عارف ايه. واكتر حاجة بتخلينا ناكل كتير دي بسميها السموم البيضاء. ثلاث حاجات، ثلاث مكونات في اكلنا بتخلينا ناكل فوق احتياجاتنا: السكر والملح والدقيق. اي حاجة داخل فيها التلاتة دول تلاقينا بيعمل كده في دماغنا كده زي ما يكون ادمان. تلاقوا الحاجات الحلوة قوي اللي ممكن ناكل منها كميات كبيرة قوي، لازم على الاقل مكون واحد من المكونات دي داخل فيها: السكر والملح والدقيق. الجانب الثاني اللي عايزة اتكلم فيه المتعلق بالطعام هو ان احنا ناكل الاكل، يعني لسه انا في موضوع الاسراف ده. طب ماشي ما ناكلش كتير، بس هنا بقى ناكل قد ايه؟ وطبعا كلنا عارفين الحديث الشهير للنبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا قط من بطنه. قال مرة تانية: بحسب ابن ادم لقيمات، شايفين تصغير لقمة، لقيمات يقمن صلبة، فإن كان آكلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فبصراحة يعني إيه. وكان في بقى نكتة إن إيه، في واحد قاعد عمال ياكل، شيخ بياكل ياكل ياكل، فواحد جنبه قال له: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يا شيخ. فرد عليه وقال له: كل أدرى بثلثه، كل واحد عارف بطنه تستحمل قد إيه. فبصراحة بقيت مش عارفة، يعني قلت ايه، لا لان لازم ايه يعني ادور ودعبس في الموضوع ده. فسألت جوزي، لان انا جوزي طبيب دكتور، قلت له يعني هو معدتنا دي قد ايه؟ فقال لي: دي سهلة جدا، معدة الرجل البالغ الصحيح السليم بتسع لتر، تتملي بلتر. يعني تخيلوا كده، لتر ازازة مية اللي هي لتر، هو ده حجم معدتنا لو اتملت لاخرها. كمان نبهني الحاجة، وهو بيقول لي: خدي بالك ان النسيج اللي معمول منه المعدة قابل للتمدد. قابل للتمدد. قال لي: بتتمدد، بتتنفخ كده زي القربة، زي البالونة.
فإذا كان معدتنا لما تتميلي لآخرها لتر، يبقى ثلث لطعامه تلت لتر، يعني إزازة المية اللي هي 200 كوباية المية اللي هي 250 حط عليها شوية كمان، يبقى ده الأكل. تخيلوا كوباية مية كبيرة، يا نهار أبيض، ده الواحد بياكل أكتر من كده بكتير. وثلث لشرابه، لو هتشرب أي حاجة، لو هتشرب مية، لو هتشرب عصير، لو هتشرب خشاف، ده يقع في التلت بتاع الشراب، يعني تاني 300 ملي لتر، يعني كوباية مية كبيرة تاني. وثلث لنفسه، نسيب بقى تلت بقى تاني هوا نعرف نتنفس، ناخد نفسنا فيه. وطبعا يعني علماء يعني التغذية ودكاترة التغذية دلوقتي بيتكلموا على البورشن كنترول، على كميات الأكل اللي ناكلها، فنصغر البورشنز بتاعتنا اللي هي المقدار الأطعمة اللي بنحطها في أكلنا. وده يمكن فكرني بحاجة كنت مهتمة بيها قوي، يا ترى الناس في الفيكتوريان إيرا، في العصر الفيكتوري، كانوا بيأكلوا قد إيه؟ لأن أنا كنت بدور في موضوع الإتيكيت، فلقيت إن هم بيأكلوا مثلا الوجبة فيها 9 أصناف. يا ربي ايه ده كانوا بياكلوا كتير قوي، بس كانوا رفيعين، ما كانوش تخان، ما كانش فيه منهم الا قله اللي هي تلاقيها ماشي مكرش، او ست كده تخينه مكلبظه. فلقيت فيلم تسجيلي عن تايتانيك اللي هي السفينه اللي غرقت في الميه، وايه الاكل اللي كان بيقدموه لركاب الدرجه الاولى. فلقيت فعلا عندهم اللي هي 9 كورسز دي، 9 أصناف من الأكل. وفي الفيلم التسجيلي بيستخدموا نفس الأطباق ونفس السيرفيس اللي كانوا بيقدموا فيه الوجبات دي، لقيتها كاسات صغيرة، كاسة صغيرة محطوط فيها السلطة، الطبق محطوط فيه شوية أكل صغيرين قوي، الشوربة الكبشة اللي بتغرف الشوربة كبشة صغيرة. عرفت بقى، فهمت ان هما هي 9 أصناف لكن بصراحة لقيمات، هي دي بقى اللي فكرتني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللقيمات، معلقتين سلطة بالضبط، معلقتين كبشة شوربة صغيرة، مثلا مقدمين سفليه او حاجه في كاسه صغيره خالص، يعني الكميات اقل بكتير قوي 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 من اللي احنا بنغرفه. وده فكرني بموقف كنت فيه، وبصراحه احرجت جدا جدا. كنت معزومه عند صديقه مش عربيه، صديقه اجنبيه، وحط الاكل، وانا مفروض ان انا قالت لي اغرفي، يعني على اساس ان انا متأدبة، كانت عامله لنا ديك رومي حلال، جابته من مكان حلال، وعامله لنا اكل تاني جنب منه. فجوزها قال خلاص let me carve the turkey، هو اللي يقطع التركي ويقطع لكل واحد حتة، وانا اغرف الحاجات اللي قدامي وهي تغرف الحاجات اللي قدامها. وانا بقيت بغرف، لقيتها بتبص على الاطباق لدرجة ان هي راحت قالت لي انتي غرفتي في طبق كل واحد فينا كتير قوي، انا هعمل ايه في الليفت اوفرز دي، هعمل ايه في البقايا دي. واحرجت وقلت لها معلش انا اسفة، ويعني وخلص ومشينا الموضوع عادي. بس ساعتها فعلا تنبهت ان احنا لما بنغرف في الاطباق، خصوصا لما يبقى عندنا ضيوف، ما انا زيكم، انا تربيت في نفس البيئة، بنملى طبق الضيف كتير قوي قوي قوي، مع ان الاسلوب يعني في الاتيكيت اسلوب الغرف ده في الاطباق ان الحاجة تبقى محطوطة في طبق مركزي، وكل واحد ياخد على في طبقه، معمولة اساسا عشان كل واحد ياخد حبة صغيرين بحبة صغيرين، فبالتالي ما يتبقاش اكل، وبالتالي ما نرميش اكل، وان لو اتبقى اكل يبقى جميل وحلو ممكن نشيله ليوم تاني. ف
فمقدار الاكل اللي احنا ناكله، خدوا بالكم ان الاكل اللي ناكله في الوجبة الواحدة لا يزيد كميته عن كوباية مية كبيرة. ودي يمكن تجربة انا عملتها وبقيت خلاص عارفة ايه المقدار اللي احطه. نجبت كوباية وحطيت فيها شوية رز وحطيت فيها بسلة ولحمة، وبعد كده رحت دلقاهم كده في الطبق، فعرفت ان هو ده واكلتهم وحسيت ان هو مش قليل خالص. كمان لما تحط عليهم بقى شوية المية والعصير يعني كده خلاص كفاية الواحد. الجانب الاخر اللي عايزة اتكلم فيه هو الدايت. يعني ايه دايت؟ او ريجيم بالفرنساوي، ريجيم. الدايت او الريجيم معناه نظام غذائي. احنا مش عارفة ليه يمكن العقود السابقة، يمكن احسن فترة كنا لسه بناكل فيها كويس كانت في الخمسينات والستينات، بعد كده الدنيا بعككت مننا خالص. في الخمسينات والستينات ما كانش الناس بترمي اكل كتير، طبعا دخول التلاجات في بيوتنا ده خلانا نعمل ونأفور والكلام ده كله. الحاجة التانية كمان ان الدايت بتاعنا اتلخبط، النظام الغذائي بتاعنا اتلخبط. بقى فيه طبعا أغذية متاحة في السوق نشتريها، بقى فيه الشيبسيهات والبسكوتات والحاجات دي، فطبعا النهضة الصناعية الغذائية دي جت علينا بوبال، فلأنها لخبطت النظام الغذائي بتاعنا. زمان كانت تلاقي مثلا السيدة عاملة حلة محشي كبيرة قوي 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 وبطاية، هو ده الغدا، مفيش حاجة تاني. فلو فكرنا كده في المحشي اهو فيه الكاربس الكربوهيدرات والخضار والبطاية مثلا عاملاها للبيت بتاعها وخلاص، كل واحد خد له حتة واكلنا والاكل كله خلص وخلاص الحمد لله انتهى. دلوقتي لأ، دلوقتي بقى فيه سناكس كمان، حاجات مقرمشات وحاجات وبنجيبها من الـ من الـ من السوبر ماركت، وانواع مختلفه من الاجبان وانواع مختلفه من الحلويات وانواع مختلفه من البسكوتات والمولتو والمش عارف ايه والكلام ده، فلخبط لنا النظام الغذائي بتاعنا. زمان مثلا كنا نفطر الصبح، او يعني هم، انا حتى ده الجيل ده انا ما حضرتوش، هو طبق الفول، طبق فول صغير بالزيت والطحينة متقطع عليه بصل وطماطم وخضار وكل واحد ياخد له رغيف عيش مش مديقيل ابيض دقيق اسمر، وناكل وجبة كافية جدا جدا وصحية جدا جدا. فالنظام الغذائي بتاعنا للأسف دخل فيه امور كتيرة قوي لخبطت لنا هذا النظام الغذائي. وشوفوا كده الامراض اللي بتجيلنا، ايه اشهر الامراض اللي موجودة عندنا؟ سكر، ضغط، اللي عندهم فشل كلوي، اللي عندهم قرح في المعدة، اللي عندهم مشاكل في الامعاء، اللي عنده كوليسترول ودهون معرفش على الايه والحاجات دي كلها مرتبطة بالنظام الغذائي اللي احنا عاملينه. ما عودناش بنعرف نعمل نظام غذائي. زمان كمان حاجة من الحاجات اللي لقيتها الحاجة لذيذة قوي قوي اللي هي الميل بلانينج، تخطيط للوجبات. كانوا زمان السيدات اللي بيدرسوا بقى التربية النسوية والكلام ده وبتمسك ورقة وقلم وبتخطط هناكل ايه في كل وجبة، ودي يمكن يعني بعد رمضان ان شاء الله اعمل لكم فيديو مخصوص عنها. ايه الاكل اللي هناكله في الفطار، ايه الاكل اللي هناكله في الغداء، ايه الاكل اللي هناكله في العشاء لمدة اسبوع، عشان تبتدي تروح تشتري الخضار والمستلزمات والحاجات اللي هي محتاجاها. فكان في نظام غذائي، فلازم يعني ايه نحط الموضوع ده في دماغنا.
اخر حاجة هتكلم عنها فيما يخص الطعام هو اوقات الطعام. كان زمان كانوا هما 3 وجبات، عارفين سبعاوي في فيلم عائلة زيزي؟ يا جاهل يا متخلف، الجسم عبارة عن أجهزة، أنا لازم أكل الساعة 7 الصبح، الجسم مكنة والأكل زي البنزين للموتور، أكل الساعة 7 الصبح يبقى لازم أتغدى الساعة 3 العصر. سبعاوي أو يعني الراحل الجميل فؤاد المهندس الله يرحمه كان بيتكلم، وكمان كاتب الحوار والقصة، بيتكلم على النظام الغذائي ده اللي هي 3 وجبات الأساسية خلال اليوم، فطار غدا عشاء. كانوا دايما كمان في الأمثال يقولوا ايه، افطر فطار ملوك، اتغدى غدا أمراء، اتعشى عشاء فقراء. فكان في 3 وجبات أساسية، ما كانش في حاجة اسمها in between snacking. سناكينج ده دخل للأسف حياتنا من الدعاية لشركات التغذية، والسناكينج اللي في النص دي اللي هي الوجبات الخفيفة دي على فكرة لفئة معينة جدا جدا خاصة، مش كل الناس، دي لفئة الناس اللي عندها اضطراب في مستوى الجلوكوز في الدم على مدار اليوم، هي دي، هم دول الفئة، يعني كمان عندهم مرض، يعني شفتوا ده نظام غذائي لإنسان مريض، فئة معينة فيها تذبذب كبير. أبسطها مثلا الناس اللي عندها السكر، ليه دايما الصيام صعب قوي 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 على الناس اللي عندها السكر؟ عشان مستوى الجلوكوز في الدم بيختلف وبيتغير، وده بيأثر على صحة الإنسان. فالنظام الغذائي اللي هو 3 وجبات بينهم وجبتين خفيفتين، ده نظام اتعمل للناس اللي عندها اعتلال معين، عندها حالة معينة. لكن الصح لو احنا ناس كويسة وجسمنا كويس ان احنا ناخد 3 وجبات أساسية، فطار غدا عشاء، والمسافة ما بين الوجبة والوجبة من 6 إلى 8 ساعات. ودلوقتي كمان بيتكلموا على الصيام المتقطع، شوفوا احنا عندنا الصيام ده من سنين السنين، وده على فكرة والصيام ده كمان موجود في ديانات اخرى، لكن دايما كان له جانب الروحاني اكتر. لا، الصيام له جانب صحة كمان. كمان نوعية الاكل اللي بناكلها، ان في طبعا الحاجات الاساسية اللي هي الكربوهيدرات والبروتينات زي لحمة، فراخ، سمك، فول، بقول زي اللوبيا والفاصوليا، والخضروات اللي هي اي خضروات تانية، والفاكهة كمان مشمولة مع الخضروات. فالتلاتة جروبز دي، التلات مجموعات دي من المكونات الغذائية بتتهضم في فترات مختلفة. طبعا اطول حاجة بتاخد فترة في معدتنا هي البروتين، عشان كده يقولك الفول مسمار البطن. ليه؟ لانه بياخد فترة اطول في الهضم، غير لما اخد شوية مكرونة. لو خدت حاجتين بيدوني نفس الطاقة، شوية مكرونة ومثلا وحتة لحمة، اللحمة هتتهضم في وقت اطول، المكرونة هتتهضم بسرعة وهتديني جولت كده من الطاقة، دفقة كده من الطاقة، وهكراش بعدها وهقع بعدها. فخدوا بالكم من المواقيت اللي بناكل فيها، وان احنا حتى دلوقتي كمان في ترند جديد اسمه اوماد، هو مش جديد قوي يعني 5-6 سنين، اوماد 1 meal a day، يعني اللي بياكل وجبة واحدة بس في اليوم، طول النهار بياخد حاجات ما فيهاش كالوريز خالص، ممكن يشرب شاي اعشاب، ممكن يشرب شاي وقهوه من غير سكر، ووجبته كل الكالوريز اللي بياخدها في اليوم بياخدها في وجبه واحده بس. طبعا انا لا انصح بيها، انا هنا هو مش بدي راي طبي خالص، انا بتكلم على ايه اللي موجود. احسن صيام متقطع تقريبا ده اللي احنا بنصومه، ان احنا ما بناكل، الشخص اللي هو بيعمل السيستم بتاع الصيام المتقطع ما ياكلش لمدة 16 ساعة وياكل خلال 8 ساعات
اللي باقيه في اليوم. وبيبتدوها طبعا بشكل ابسط، لان مش كل الناس بتقدر على الصيام بتاعنا، يعني احنا بصراحه ابطال. وبرده من ضمن الحاجات ان لقيت ان بيقول لك احد الاطباء اللي كانوا بيعالجوا الخليفه المامون قال له ايه؟ لا تدخل طعام على طعام. فدي قعدت فكرت فيها، صح، ما تاكلش ومعدتك فيها اكل، لان المعده بتبقى في منتصف عمليه الهضم، فده بيعمل بقى بلبله في الجهاز الهضمي كله، وطبعا بيدي كمان حميه زياده، يعني انرجي زياده، طاقه زياده. ف يعني ايه، نركز قوي قوي على هناكل ايه وهناكل قد ايه وهناكل امتى. واعتقد ان انا فكرت نفسي واتكلمت معاكم على اعتقد نصائح حلوة جدا جدا. وختاما ندعوك يا الله، يا رحمن يا رحيم، ان ترزقنا الحكمة ليكون نمط حياتنا مصدر قوتنا وعافيتنا، مش مصدر ضعفنا ومرضنا. اللهم هب نفوسنا المتعبة راحة وسكينة. اللهم روح عن قلوبنا حتى لا يران عليها. اللهم احمي عقولنا المرهقة من أفكار مشتتة وعلوم لا ننتفع بها. اللهم لون بالبهجة حياتنا الجافة. وندعوك يا الله يا الله يا الله، إن طعمنا أو شربنا فاجعل مطعمنا ومشربنا سبب قوتنا لا سبب علتنا يا أرحم الراحمين. أرجو أنكم تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة اللي ركزت فيها على الأكل. أنا استمتعت واستفدت جدا جدا بالحاجات اللي أنا فكرت نفسي بيها، ونويت إن شاء الله أحط الكثير من النصايح اللي أنا قلتها لكم محل التنفيذ. ياريت تحاولوا كده تاخدوا النصايح دي وتفكروا فيها وازاي تطبقوها في حياتكم، وشركوا الناس اللي حواليكم، اشركوا أسركم، اشركوا أصحابكم في الكلام ده، بحيث إن احنا كلنا يكون أكلنا وشربنا مصدر قوة لينا ومصدر صحة، مش مصدر علة ولا مرض، يعني شيء صعب قوي قوي قوي. وياريت لو الحلقة عجبتكم اعملوا لها لايك، وياريت تبعتوها لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي ممكن يستفيدوا من المعلومات اللي أنا ذكرتها النهاردة. أشوفكم بكرة إن شاء الله.